عايز ابتدي بخبر مهم عن قناه النادي الاهلي. وامبارح كان في اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع شركه الاهلي للانتاج الاعلامي وايضا شركه لايف بحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركه لايف، واللي حصلت مؤخرا على حقوق اداره قناه الاهلي وفقا للشروط الماليه اللي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع ده كان موجود طبعا في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، شركة لايف تسلمت كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة. حد يقول لي يعني إيه استقلالية كاملة؟ استقلالية كاملة يعني الناس متحكمة في الشغل بتاع القناة، لكن في نفس الوقت هم عندهم سياسة وثوابت متفق عليها مع مجلس إدارة النادي الأهلي يمشوا عليها، ده معروف. في سياسة وثوابت، طريقة النادي الأهلي دايما بتبقى معروفة، لكن الشكل بتاع القناة هم مسؤولين عليه عنه بشكل كامل ومستقل. ده طبقا للي مكتوب طبعا في ايه في الخبر. والاهم من كل ده ان هم يقدروا يحققوا طموحات اعضاء وجماهير النادي الاهلي، وكلنا اكيد نتمنى تطوير دائم في قناه النادي الاهلي، ده امر مفروغ منه ومؤكد. المنتظر طبعا ان شكل القناه ومحتواها يكون مناسب لطموحات الجماهير، كذلك الهيكله الاداريه والفنيه واعمال الديكور، وباذن الله هتشوفوا حاجه مختلفه جدا وحاجه مميزه جدا، وكل الثقه طبعا في شركه لايف، ده امر مؤكد. ايضا كمان تم الاعلان على موعد الظهور الشكل الجديد بشكل رسمي خلاص، بشكل نهائي بقى. امتى هشوف قناه الاهلي بشكل مختلف؟ امتى حضرتك هتتفرج على قناه الاهلي بشكل مختلف؟ يوم 15/7، ده ميعاد اطلاق او انطلاق الشكل الجديد لقناه النادي الاهلي. خلاص تم الاتفاق على كده بشكل نهائي، 15/7 هتشوفوا حاجه مختلفه ومميزه جدا باذن الله تعالى.